بيلعب فريق قوي زي تشيلسي والظروف حتم علينا عمليه الماتش في النهارده 3 4 3 ضلوا في حراس المرمى كلارك ولاسيلس ومبيمبا الثلاثي الموجود مانكيو وهايدن وتشيلبي هيدارة للرباعي الموجود في نص الملعب سايبت وجاي وريتشي الثلاثي الهجومي اعتقد لهايدن وشيلبي عندهم مهمه كبيره جدا في عمليه مراقبه الزون اللي بيتحرك فيه هازارد وايضا كلارك ولاسيلس طيب اللي متابع معكم ومعهم الشوط الاول من هذه المباراه احنا مساء الخير وتفضل لك الكلام مساء الخير محمد مرحب بك ومرحب قطعا بضيوفك الكرام الدكتور طارق الجلهمة والكابتن محمد أبو تريكا بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام متابعينا متابعي قنوات بين سبورتس في كل مكان أهلا بكم انطلاقة تاني بدون تسلل أقصى اليمين خروج بشكل جيد من الجبهة اليمين ولكن أنا صادق وواضح وصريح والعرضية الجميلة كاباليرو بدأ فريق نيوكاسل يبحث عن هدف أول ضربة الحرة سريعة ولكن على طول حائط صد ممتاز مثالي الناحية العكسية مين زباكوستا لازم يكمل ولكن برافو كان بيدافع بقى بيهاجم واللي بيهاجم بقى بيدافع نجح والله الله 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 بص شوف مين اللي اقتحم منطقة الجزاء مين اللي راح يسجل اللي بقول لحضراتكم عليه نجم خط الوسط عرضية خطيرة الركنية سريعة ضربة الرأس من جديد ولكن على طول يا سلام على السرعة والانطلاقة الإيطالي انطلق ولا أحد يوقفه أوه خطيرة واحد على واحد بيدرو والعرضية ولكن فين بس هو لا 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 عملوها خلصوها وأول الأهداف سجلوها كرة طولية أمامية ليه لأن اتوجدت المساحات قلعوا طاقية الإخفة وظهروا فجأة بص شوف عظمة هازارد شوف روعة ألونسو شوف قيمة باتشواي شوف قيمة التحول من الدفاع للهجوم يا دوب شموا بس ريحة المساحات يا سلام يا سلام يا سلام استلام بتحضير بفتح زاوية لعب كبير ادي اللعيب بص حط جسمه ازاي بص رشاقته بص أناقته بص تصويبته ولكن ضعيفة شوية من جالي لعيب مزعج مقلق حس هازارد عن الخروج دوران ما عندوش مشاكل على رومبال بيلي يا ولد لعيب تاني على طول زباكوستا ولكن مضغوط عليه كويس رمي التماس لصالح نيوكاسل عودة من تاني وقف عليها من جديد بيدرو العرضية ضربة رأس جازي هذه المرة وخرج صلاح رو يا ولد مدافع ألماني بقيمة المهاجمين العظماء في اللقطة الأخيرة ما يعمل الحاجات دي إلا واحد متمكن بعد كروح يا سلام على الباص العظيم التاني ولا إيه حطها وعمل اللي عليه بيفكرنا بدرجبة بيفكرنا بالفيل أبو زلومة اللي عزم الكل على أحلى عزومة لكن بص شوف هازارد يا جماعة شوف هازارد ما عندوش هزار جاد جدا إيجابي جدا والولد بيقف صح الولد باتشواي بيقف صح يكون يا سلام شيلفي تاني هو تاني يصوب ولكن على طول كاباليرو على طول الى ضربه ركنيه اللاعب الارجنتيني كاباليرو ينقذ الموقف على طول حارس المرمى مع غياب كورتو لعيبه مذاكره المنهج تمام بعرض الملعب تاني من جديد فرصه هدف اول ولكن برافو 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 الخبره وحارس مرمى تشيلسي في احراز هدف اول في منع هدف اول ماني فرصه بيدرو يصوب يا الاداء بعد ذلك جميل قوي استلم باليمين طول حته صغيره في كوزو جميل بص كوزو اولا تمركزه جميل بص ما في هذه العرضية تاني جميلة هو شلفي برضه هو اللي حضر نفسه وهو اللي كمل هو اللي في خط الجزاء لعيب الله 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 سكند بول وهوب هوب 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 ولكن فين توقيت جميل جدا نعم جدا درينك ووتر اللي عمل ماتش في رجله اليمين درينك ووتر اللي عمل سرعته بتاع الجون الاولاني العميق الجميل جدا كان يقف ويأجل بعرض الملعب على طول مباشرة لمسة واحدة تعود من جديد الى كاكرين جاتوزو مدرب الميلان الحالي هازارد رايح جاي بيتمتع على الكورنيش ابو في الملعب امكانيات وقدرات خاصه تحضير وتصويب الصالي قيمه كبيره بالنسبه لهم يا سلام على التوقيت المثالي دارلو ثقتنا فيهم كبيره ادي الضربه الحره السريعه الله 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 بص شوف الونسو يقدم دائما وابدا الجديد الونسو المدافع الاسباني والظهير الجناح والمساند والمساعد دائما في صناعة الأهداف الآن يمارس هوايته ويسجل سابع أهدافه هذا الموسم الله عليك الله عليك في الدنيا